طيب نطلع نشوف تقرير الخطيب ونرجع تاني. استنوني. يلا 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 على طول. يلا 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 يا اخوانا. يلا 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 يا جماعه يلا. انت عارف ان الشبه مين يا ممدوح؟ مين؟ سوبرمان قبل ما يبقى سوبرمان. ايش تمام. طب اقلع كده النضاره. لا حاجه تانية خالص. يا سوبرمان. مين انت عندك كده النسا؟ لا بس هو كده يبقى كده هيبقى فيه هي غده بتفرس كده نسا. انا عارف. انا شايف ان البنات دول كويسين يعني ما عندهمش كيد يعني. عمر اه والله انت ايه متجوز ولا خاطب ولا ايه؟ لا يعني ايه يابا في ايه؟ كده الناس ده حاجه ثانيه خالص اللي هو بيكيدوا في بعض يوم فبيضايقوا بعض. بتعملي بيه ايه؟ من الاستفزاز بقى. ما هو استفز بقى ايوه كده بقى الاستبداد. لما بتضايق بقى لازم رد الفعل وكده. خد كده الناس بسبب ان هم بيغيروا بيبقى الراجل مثلا بيبص بره الحاجات دي كلها. انت كده دوست على زر الكيد. اه. تفتكري مثلا الرجاله ممكن يكون عندها كيد رجاله برضو؟ النظرة ثاقبة. اكيد. ده ما فيش الكلام. لا في. والله ما في. لا في. والله هم انا واقف قدامك بتقول ما فيش بس هو في. هل هو مثلا متساوي مع كيد النساء ولا كيد النساء اللي اعلى من كيد الرجالة؟ الرجالة ممكن بس قليل يعني. عند الاثنين على حسب موقف بقى. الستات. الستات اعلى يعني هم انتوا برضه مستفزين بصراحة. انت برضه مستفزين؟ انتوا. ليه؟ مواقفكم غريبة. ليه؟ مواقفنا غريبة ليه؟ انتوا بتستفزونا. وانتوا اللي طيبين. اه بالظبط وغلبانين على فكره. احنا مش هنفضل نردح بقى لبعض بقى. كده النساء عشان احنا اسكت. مبررات. دي واضحه يعني. لكن الراجل عشان غبي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فاغبياء بقى ما تعرفوش تتعاملوا. ايوه. الست عشان بتستحمل كتير والله والله ما عشاني بس الست بتستحمل ياما. سبحان الله. بجد. الستات اللي سهله سهله كده زي اللحمه اللي بتلو ياخد. ايوه اه طبعا. تفتكري ممكن تستخدمي كده النساء في حاجه سلميه؟ سلميه؟ لا ما اظنش. مفيش. هو اللي بياخدوا استغرب عيني سلميه؟ لا 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 لازم يبقى حاجه شريره ياخدوا بيها حقهم من البيت بالشر. ما اسمه كده النساء ازاي؟ يعني حاجه تفيد المجتمع. ليه ما تستغليش الطاقه دي في حاجه تفيدك تفيدي اهلك؟ مش ده مشروع؟ اه طبعا. صح؟ اه طبعا. يعملوا بيه ايه مثلا؟ يلعبوا فتنس. يبقى الانرجي خارجه. ايوه في حاجه من كويسه. كيد النساء. ايوه. او يعملوا حاجه المشاريع الصغيره مثلا. او مشروع صغير مثلا. تريكو. اه ومثلا خياطه الكلام ده. اه الحاجات دي حلوه فعلا. تقعد تطلع النكت بتاعها في الخياطه والتريكو. ومات الكلام. بالظبط. بدل ما تطلعها على جوزها ولا على عيالها ولا على اخواتها. لا. لازم تبقى في شر. لازم تبقى في شر. صباح الكيد. صباح الكيد. ايه الروم اللي من غير حيطان؟ الروم اللي من غير حيطان؟ ايه هي الروم اللي من غير حيطان؟ مشروم. قطع مش عليك يا روان. انا عجبني جدا المذيع لما قال يا ريت الستات تطلع طاقتها في حاجه تانية غير ان هم يطلعوها في الكيد. احنا حتى لو طلعناها في حاجه تانية او حاجه ثالثه او حاجه رابعه الكيد ده نعمه من عند ربنا ده للستات. وطول ما احنا ماشيين نكيد بقى كتف ده وكتف ده. والله لو شغلتونا نظافه في الشوارع ولا عمال بنا طلعتونا سبع دور في عز درجه حراره 50 برضه وانا بفرهد هتلاقيني بكيد. عارفه انت عارفه ما عندكيش طاقه برضه للكيد والتفكير برضه. اكيد جوه. على فكره الرجاله الفاضيه برضه بتكيد. يعني الرجاله الفاضيه بتكيد برضه. هو الفاضي اللي بيخليكي تكيدي انت فاضيه. تعالوا نشوف السؤال الجماهير ايه لينا. لو عايزه تكيدي زميلتك اللي على يمينك تكيديها ازاي؟ اتفضلي نبدا. بص انا عايزه اقول لكم حاجه. اكتر حاجه بتكيد في الدنيا عن خبره يعني عن خبرتي في الحياه البسيطه هو التجاهل. لما تتجاهل الشخص اللي قدامك هو دايما الشخص اللي قدامك عايز يجذبك انه يصطدم بيك لما بيبقى متضايق منك او متغاظ منك او عايز يواجهك في حاجه. لو في حاله عدم حب. يعني عموما لما في ازمه بينك وبين حد بالظبط عايز ينكشك وبيبقى ساعات عايز يغلطك يعني عايز يجرك عشان تغلط فيقول له شوف قال ايه شوف عمل ايه شوف اتصرف ازاي. فهو اكتر حاجه ممكن مش 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 للكيد لمجرد ان انت مش عايز تقع في الغلط ده مش عايز تخش معاه في الحته دي وفي نفس الوقت هتغيظه انك تتجاهله. التجاهل هو اسهل الطرق للكيد.